باسمي وباسم طبعا الجمعيه هذه والحاضرين كل نرحب قبل كل شيء بالناس اللي التحقوا بنا، وخص بالذكر منهم احدى يعني عناصر الاساسيه للكره الطايره النسائيه، وهي روضه يحيى، واللي عدات ما شاء الله طبعا من عمرها طبعا يعني في ناجي سعيد ابو بكر، رفقة يعني نسميهم اخوتنا احنا، هو فرع كرة السلة، كما كان يقول سمير ماقني قبيلة، وانه كنا عائلة واحدة بدرجة انه تجمعنا قاع ضريفة نتاع باسكيت وفولي، والملعب البرا كيف اللي ما يلعبش كرة طايرة يلعب كرة سلة، واللي ما يلعبش كرة سلة يلعب كرة طايرة، حيث كانت عندنا سكونابال معناتها سات بولي بالانس. هذا بالنسبة للإطار اللي تربى فيه المرحوم سمير تبولسكي. سمير كما قالوا اللي سبقوني طبعا كان وليد منظم في حياته، كان وليد يعني متربي يسمع الكلام، وهذا اللي خلاه باش يكون عمره 16 سنة ونص يظهر لي يلعب في صنف الأكابر، وكان من أبرز العناصر في صنف الأكابر، يعني ملي عمره كادي دوزيماني كادي ظاهر لي الولد هذا مستقبله طبعا كان واعد. ونتذكر أنه سنة 75-76 احنا كنا انتدبنا لأول مرة في كرة الطائرة ننتدبوا ملعبية من برا، جبنا عبد العزيز بن ميلادي، عبد العزيز دربال وعبد الرزاق الميلادي، زوز من الاتحاد الرياضي الصفاقسي، اتحاد النقل الصفاقسي. وكانت انا خيبه امل في النهائي 74 في النهائي مع قليبيا. والسنه اللي من بعد قلنا باش نخدموا كان بولاد الترجي فقط. بدلنا المدرب ان شاء الله يرحمه سي حسين بالخوجه، جبنا سي حبيب مرياح. وبدينا طبعا نعملوا على اولاد الجمعيه فقط. كان من العناصر يعني اللي كانت بارزه انذاك بطبيعه الحال هو سمير تبولسكي، وخلطت افكتيمون يلعب مع روف البحري، اللي روف البحري هو من جينيراسيون وسمير تبولسكي من جينيراسيون، صور سمير تبولسكي مواليد 58 وروف البحري من مواليد 48 ولا 47، يعني شوف ال وكانت الانطلاقه نتاعهم من عام 74 شارك في بطولة العالم معايا في المكسيك، فهمتي؟ وكانت طبعا يعني مسيرته حافلة بالبطولات وحافلة بالواحد، وكان يعني كانت الاستقامة نتاعه يشهد لها الجميع طبعا يعني بالامتثال ومعناتها وكان يعني بحبوح حتى في سلوكه كان بحبوح جدا. هذا طبعا شنو نجم نقول انا على سمير تبولسكي، يعني المنية شاءت أن طبعا يرتحل وهو صغير السن بالنسبة للأعمار المتداولة طبعا، ولكن هذا قضاء ربي واحد ما ينجمش طبعا يعني يرد، فهمنا لا، نسأل الله اللطف في القضاء ونسأله رد القضاء. الله يرحمه ورب إن شاء الله يجعلنا نحتفل كل عام وربما ونتذكروه ونترحموا عليه، والسلام عليكم.